لكن نحن عرب ومسلمون وعلينا أن نظهر هذا المزيد من التضامن فيما بيننا إزاء أهلنا في فلسطين. أما ما له علاقة بحزب الله وأن هذا الأمر إذا لم يرد الإيراني لن يرد حزب الله، وإذا ردت إيران يعني معناته أن الأمور بتكون بخير، هذا ليس صحيح، هذا استنتاج بغير مكانه على الإطلاق. طيب جيد، فهمنا منه راح يرد، حماية فهمنا منه راح يرد لو راح تبلعوها مثل ما بلعتوها موضوع هنية. منو راح يرد؟ نعم، منو راح يرد؟ إيران لو حزب الله؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لم نبلعها، لا لم نبلعها يا حبيبي، لا لم نبلعها، لم نبلعها. حزب الله يخوض حرب ضروس وحرب مفتوحة منذ 11 شهرا ولم يسكت، رد على اغتيال فؤاد شكر ووصل إلى تل أبيب، واليوم تتكشف المعالم الحقيقية لهذه الضربة التي حصلت في 25 تموز الفائت، في أخدي 25 آب الفائت. يعني عمليا يعني نحن لماذا نتخبى خلف إصبعنا؟ لماذا لا نقول أن إسرائيل معها أمريكا ومعها الغرب ومعها معها كل العالم، معها كل العالم، من أن نقول أن إيران إذا معها كل العالم إسرائيل؟ نعم واضح جدا. طيب مع كل العالم، وسكوت العالم على المجازر اللي وسكوت العالم على المجازر اللي سوتها إسرائيل في غزة، وسكوت العالم على قتل المدنيين اليوم في بيروت أكبر دليل على أن العالم كله معها، كله معها. لكن هناك جملة تحدث بها دكتور عبد الجبار، قال نحن ذاهبون إلى حرب إقليمية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ أولا الحرب الإقليمية هي قاب قوسين أو أدنى، نزع فتيلها يجب أن يكون على الداعمين لإسرائيل وليس على من يدافع عن أرضه. ليس حزب الله من يتحمل حرب إقليمية إذا ما اندلعت، وليس الشعب الفلسطيني يتحمل الحرب الإقليمية إذا ما اندلعت، وليس كتائب المقاومة في العراق، وليس أنصار الله في اليمن. من يتحمل الحرب الإقليمية إذا ما اندلعت الأمريكي الكذاب المنافق، والغرب الكذاب المنافق، وحلف الاعتلال العربي الكذاب المنافق الذي أعطى نتنياهو ما لم يعطه أحد في هذا العالم، وهو لا يزال يتحدث عن مسار حل الدولتين الذي داسه الصهاينة بأقدامهم، وهم يعلمون أن الصهاينة لا يريدون لا حل الدولتين ولا إعطاء دولة فلسطينية، بل يريدون القضاء على الشعب الفلسطيني. هؤلاء يتحملون الحرب الإقليمية. أما وقد فعل الإسرائيلي ما فعله اليوم، نعم فعلينا أن نتكاتف ونتضامن ولنقل بصوت واحد، علينا أن نكون إزاء هذا العدوان الإسرائيلي موحدين بالموقف السياسي والإعلامي، واضح، ولنترك المقاومة واضح تقوم بالذي تقوم به، ولا أعتقد أن الإسرائيلي يستطيع أن يكسر شوكة المقاومة. واضح، هذا واضح. ليس سيد جورج، خلينا نت...